خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو منا عشان نعرف منها اخر اخبار المرور والطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا منا. اخبار الطقس ايه النهارده؟ الجو النهارده لطيف والطريق برضو لطيف لكل الشباب اللي نازلين امتحاناتهم النهارده كمان، الحقوا ينزلوا يلا وهنطمنهم دلوقتي. حطينا في التفاصيل. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. الناس طبعا ابتدت تنزل والنهارده في كثافات مروريه ملحوظه هنلاقيها على معظم المحاور في القاهره والجيزه. خلينا نبتدي جولتنا من القاهره وتحديدا كوبري اكتوبر. هنشوف مع بعض كوبري اكتوبر المتجه لمناطق الاسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافات مروريه بسيطه متحركه. اللي هيكمل معانا اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر هيلاقي برضو كثافات مروريه بسيطه زي ما حضراتكم شايفين. لو رحنا بقى مع بعض لطريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة، لو كملنا فيها لغاية الآخر هنلاقي الكثافات بتقل وبنلاقي سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لغاية نفق الطيران. بعد ما بنوصل للنفق هنلاقي تاني الكثافات المرورية رجعت تاني عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. لو بصينا بقى عند مطلع المقطم هنلاقي المتجه لمحور صلاح سالم مغلق طبعا لغاية منتصف شهر أغسطس. نوهنا على الموضوع ده أكتر من مرة، وده بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد ولغاية ما يوصل لميدان الفاروق ذهابا وذهابا فقط. خلينا بقى نبص على طريق الكورنيش، هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند المظلات، بيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لغاية ميدان التحرير. اللي مكمل بقى في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان هنلاقي سيولة مرورية والأمور طيبة خالص في محافظة القاهرة. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل في شوارع الجيزة. شوارع الجيزة زي ما احنا شايفين هنلاقي غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور، وده لغاية ما ننتهي من أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد وتم إجراء التحويلات المرورية اللي احنا عارفينها ونوهنا عليها أكتر من مرة. هنكمل جولتنا مع بعض من محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر، هنلاقي كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولغاية ميدان لبنان. المتجه للمحور للمتجه لأكتوبر هنلاقي بعض الكثافات لكن هتكون بسيطة ناتجة عن أعمال التوسعة اللي بتتم في المحور وكمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. هنلاقي كثافات مرورية عند كوبري 15 مايو في الاتجاهين لكنها كثافات متحركة، وبنلاقي أيضا كثافات تانية على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان لكنها برضو كثافات متحركة، ونفس الموضوع عند كوبري عباس وكوبري الجامعة والجيزة المعدني. كمان هنلاقي كثافات طبعا بتظهر بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي إحنا شايفين فيه كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. شارع الهرم بقى احنا عارفين ان في كثافات بسبب غلق الطريق وتقاطعه مع المريوطيه ومذكور والعريش والطلبيه، واحنا عارفين ان في المنطقه دي بينشا محطه مترو. هنلاقي كمان كثافات في منطقه مشعل وكثافات بسيطه بنلاقيها لغايه شارع العشرين ولغايه الطربيه، وكثافات عاليه للمتجه لكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق. هنلاقي كثافات تانية كمان بتظهر في شارع السودان عند جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، وده تزامنا مع دخول الموظفين لأعمالهم والطلاب للامتحانات. نروح بقى لمحافظة القليوبية اللي جاي من السلام وموقف العاشر متجه لبنها، يفضل ان هو ياخد طريق بنها او شبرا بنها الحر. احنا لاقيين فيه سيولة مرورية لغاية ما بيتقاطع مع الدائري الاقليمي. اللي جاي بقى من شبرا بنها متجه لمنطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار. الطريق الزراعي القديم احنا شايفين فيه كثافات مرورية قبل الطريق الدائري بتزيد تحت الطريق الدائري بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف، وفي كثافة بسيطة هنلاقيها عند ميدان المؤسسة.
احنا في الصيف وناس كتير اخذت اجازتها وبتتجه للمحافظات الساحليه. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل في الاسكندريه. هنلاقي كثافات بسيطه موجوده في بعض الطرق، وهنلاقي سيوله مروريه كبيره عند محطه الرمل واصله لغايه شارع احمد عمر لطفي ولغايه شارع تقاطع النبي دانيال، اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه ونسبيه ممكن توصل لغايه طريق الحريه. لو كملنا بقى في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مروريه تانية واصله لغايه محرم بيه والشارع عبد القادر الغرياني. اما بقى طريق الكورنيش زي ما احنا شايفين هنلاقي فيه كثافات مروريه متقطعه عند كوبري ستانلي ومنطقه ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعه بعض الكثافات المروريه المتوقعه في الوقت ده. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 71 قرش للشراء، 18 جنيه 78 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 76 قرش للشراء، 19 جنيه 85 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 93 قرش للشراء، 23 جنيه و3 قروش للبيع. الفرنك السويسري 19 جنيه 49 قرش للشراء، 19 جنيه 58 قرش للبيع. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي 4 جنيه 98 قرش للشراء، 5 جنيه للبيع. الدينار الكويتي 60 جنيه 96 قرش للشراء، 61 جنيه 29 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و9 قروش للشراء، 5 جنيه و11 قرش للبيع. وبالنسبة بقى لأسعار الذهب خلينا نشوف الجرام سجل كام. عيار 18 الجرام بيسجل 864 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1007 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1149 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8054 جنيه. بالنسبة لكل مشاهدينا اللي لسه ما نزلوش خلينا نستعرض معاهم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق، كمان هيكون في ارتفاع في نسبة الرطوبة وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس بمعدل من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 درجة، والأقل في مطروح 28 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.